مساكم الله بالخير، هذا هو أبو الخير، هذا هو هو، هذا هو أبو الخير، هذا هو ودر مكانه وعايش زمانه، ودر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا أبو الخير، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ ويش الغلط؟ هذا أنا أبو الخير، هذا أنا أبو الخير، هذا أنا أبو الخير. ما أحب أبد شوف الغلط، واللي يغلط أنا لازم أوقف عن الغلط. نعم احتمل انا الخطا، وهذه رفيقتي العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح، يا اما هذا العصا. ما احتمل انا الخطا، وهذه رفيقتي العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح، يا اما هذا العصا. ما الباب وابو الخير، ما الهم ما الغير. ما الباب وابو الخير، ما الهم ما الغير. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هذا اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هذا اليوم. شوفوا الخير. صباح الخير. صباح النور. بدر سمعت صوت التليفون، مين كان؟ ما حد، سكر أبوي. سامحني تراني ما متعودة على شغل المطبخ. ها كيف الشاهي؟
كأنك نسيت السكر. لا نسوي سكر. إذا أكيد طفح على النار. صح. أشوفك قعدتي. قومي سوي لي ريوق. بدر أنا ما سويت غير الشاهي لحد الحين. ما شاء الله ساعة في المطبخ عشان شاي. إيش أسوي؟ تراني بطيئة في الطبيخ. زين وحين حضرتك إيش ناوي تسوي؟ بسوي لك جبن وجام و... بس بس جبن وجام وطبخوه لوا. قومي سوي لي بيض. بيض. زين بدر أي نوع من البيض تريد؟ النوع اللي يجي من الدجاج. اللي تعرف تسويه سويه. الو 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 بعد ما قادر انام والسبب ازعاج هذه المكنه. ايه وليد هذه اسمها ماكينه. المهم رحميني من صوتها على الاقل اليوم. ما اقدر يا ولدي يا فريد يا حبيبي ما اقدر لان عندي شغل الناس ولازم اخلصه. وهو شغل الناس هذا ما يخلص الا على راسي انا يا امي. وبعدين اليوم الجمعه ممكن تعتبريها اجازه. لا والله لا ابوي عندي انا ماشي اجازه. سير انت نام سير سير. يا امي انا ما قادر اركز أرجوك افهميني. كيف؟ النوم بعد يبغى له تركيز النوم؟ طبعاً يريد له تركيز. أنا أريد أحس ولو للحظة إني نايم علشان أنام. إيه. إنزين ما عليه. سير غرفتك وجيب التليفون. أنا محتاج للتليفون. أبي 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 أبي. كيف يعني؟ تنام على صوت التليفون بعد؟ أرجوك. ها؟ أرجوك. ها إيش الحالة؟ إيش الأوراق؟ إيش هالمعاملات؟ والله من كذب هذا الشغل ما أعرف. هذه حال من وهذه حال من مشكلة. أنا أبوي ما دام الشغل زاد علي فأحسن لي عجل سكرتيرة. نعم أحسن لي عجل سكرتيرة. وليش أنا ما أفتح مكتب مرة واحدة؟ مكتب لتخليص المعاملات. مكتب؟ لا 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 لا. المكتب يبغى له مصاريف كهرباء وتليفون وإيجار وغيره. لا أبوي لا 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 لا. ما أبغى أتعب نفسي. أنا أحسن لي أبوي يكون هذا البيت مكتبي وهذه الشنطة أرشيفي. إيه نعم. هالمرجع راسي. هذه فلوس ليمان مساكين ما اعطني اياهن علشان اشتري له ارض. يلا من حصل ارض بدفع لكم. ها هاي من جاي الحين اقوم اروح. لحظه شوي لحظه. جاي 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 لا حول ولا قوه الا بالله. من هذه تسمع لي الباب. لحظه لحظه شوي 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 شوي, شوي, شوي. لحظه لحظه. انت ها هذا تم ضا خلي قوم قوم روح خلي يلا يلا يلا. مالك مستعد الله يهديك حدك ابوك. ابوي خلى عنك هالتحيل هذه السوالف. يلا خلي. انت ما قلت لي انك باغي تشتري ارض حال واحد اسمه سليمان؟ مساكين صحيح وما طني عربون. يلا ابوي هات العربون معاك وخلي نشوفه ولا تراها بتروح. هين تروح بيشتريوها يا رجال. تحرك. اي والله عقب اقول امان. لحظه شوي اروح اجيب فلوسها. يلا خلصني. يلا يلا بسرعه تحرك. يلا بارد بارد الرجال بارد ثابت. يلا خلا 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 خ
السلام عليكم. عليكم السلام. الاخ مشغول؟ لا والله. على وين؟ والله بالصراحه انا بغيت اروح القبره، بس بالاول بغيت اتصل تليفون، الظاهر ان زوجتي متصله بي على البليد. يا اخوي هاي تاكسي هذا ما فاضي، انت تدور على التليفون انتظرك ما يستوي. يا اخي ما يحتاج كل هذه العصبيه، المساله كلها دقيقه، اطمن على البيت والاولاد واجيك، وهذا التليفون في جنبي. زين لا تاخر، يلا بسرعه بسرعه ان شاء الله ما بتاخر. ولو تعرفي العذاب اللي انا فيه من فراقش. كيف؟ ايوه شفتيني هذاك اليوم قدام باب بيتكم وانا اضرب ويلات. كيف؟ ايوه اتكلم من الشارع مثل كل مره، ترى تليفون بيتنا وين مقطوع. لا 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 ما بسكر انا اليوم، ما بسكر. خلصت؟ وين اخلص وصاحبنا ماسك التليفون؟ حول قوه الا بالله. يلا يا اخوي خلصنا ورانا مكده، علامك انت الله يهديك. ان شاء الله ان شاء الله. لازم تعرفي يا عمري ان انا تركت التمارين علشانش. بس انت خلينا من هذا الموضوع الحين وقولي لي، اريد اعرف مو مسويين على الغدا اليوم؟ ويش قبولي؟ يلا اموت في القبول انا. يا اخي لو سمحت عندي مكالمه ضروريه. يا اخي لحظه شويه يا عمري لحظه. يا اخي روح شوف لك تليفون ثاني، روح يلا. لا ما عليه، انا بدلت الكرت وبجلس ابدل الكروت، كرت ورا كرت وكرت ورا كرت، يا ريت بس ارتاح واقدر انام. طبعا بيكون عندنا بيت من طابقين وسيارة فخمة وشغالة بعد. كيف؟ لا لا الله يخليك، خليني اشوف تليفون ثاني، الظاهر ان الاخ مطول. ها بدر وصلت لحد وين في الحسبة؟ غرقان يا زهر غرقان من مصاريف الزواج، سفر وعزايم وفندق، خربت علي ميزانية 3 شهور. يعني ايش؟ يعني الكهرباء 15 ريال، الماي 20 ريال، و30 ريال للتلفون. كم صاروا؟ 15 و20 30 65 ريال. مزين بارك الله فيك. واقصاد البنك 200 ريال. 265 ريال. والاخ ربيع له عندي 200 ريال، يعني المعاش راح. زين بدر راتبي على راتبك وبتنحل المشكلة. لا 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 انا ما اريد راتبك بدر، ما فيها شيء، نحن واحد. زهرة ارجوك بدون احراج، راتبك انت حر فيه. انزين خبرني الحين كيف بتتصرف. انا بكلم خالي بالخير، هو اكيد عنده حل مناسب. ومسكين خالك بالخير، من وين بيجيب الله يهديك. بيتصرف. الو ها لحظة لحظة بدر، كمل انت الحسبة. يعني انت موافق؟ ايوه نعم ان شاء الله ان شاء الله. من على التليفون؟ بدر قلت لك من على التليفون؟ هذه وحده صديقتي. هاي التليفون بدر. هاي التليفون. الو اهلا عم سعد. لا لا ماشي ابدا. انت صار لك مده جالس تلف وتدور علي، مرة تقول لي صحتش ومرة تقول لي صوت الماكينة. أنا بعرف بكلامك هذا هين باغي توصل. أنا من رأيي لك إنك تتركي هذا الشغلة، شغلة الخياطة ما تناسبني. ما تناسبك؟ هو عصرينا من بو يشتغل أنا ولا أنت؟ أنت بس أنا عايش معك وما يصير تبينك يشوفوني. هذا اللي بو تقول عنهم، يعرفوك إنك ولدي. يا أمي يا أمي أنا وضعي ما يسمح زمايلك يشوفوني، أرجوك فهميني بليز. زين ما دامك ذاك المسألة، يوم حد يجي ياخذ ثيابه صير أنت ونظم داخل. وليش أنت يا أمي ما تركي هذه الشغلة ما دمت أنا أشتغل؟ المسألة بسيطة. أنت ولد إيه؟
الماكينة هذه اللي تقول عنها اني اتركها هي اللي علمتك. هي نعم، وهي اللي خلتك تكمل دراستك طول هذيك السنوات، ومن يعلم والله يعلم يمكن تبني لك بيت ولا تزوجك. هذه؟ هي نعم هي هذه. مالها؟ شان افتلاح نعافك؟ يا أمي يا أمي أرجوك تاخذي برأيي. زايد رأيك الغلط هذا أرميه في البحر ما دام إنه غلط. يا أمي يا أمي أنت الحين أم الصحفي والعبقري المعروف فريد أبو فريد، فأرجوك تتصرفي على هذا الأساس بليز. لا أبوي، قبل لا تكون أم اللي تكون عليه أنت، أنا كنت أمك أنت وأنت ما تعرف شيء. الحين بعد ما عرفت لك كمين كلمة قاعد تتفلفس علي، أنا بديت على هذه الماكينة وما بتركها إلين أموت. بس يا أمي. لا بس ولا شيء، خلاص يلا. لا أم ولا أب، لكني ترى ولا حتى أخ. خلاص سير أبوي يشوف شغله وخليني أنا، أرحمني من رايك. وليش قلتي إنك تكلمي صديقتك؟ لأني ما أريدك تعرف إني أكلم أبوي. ليش؟ لاني عارفك ما تطيق ابوي. انا ما بيني بين ابوك شيء، وما في شيء لو تكلمي قدامي. يا بدر انا كنت طالبه من ابوي مبلغ يساعدنا به. ايش انت قلتي؟ معقوله؟ شفت هذا انت انفعلت، كيف يعني لو انا كلمتك قدامك؟ زهره لازم تعرفي اني حساس لاخر درجه، ومساله مثل هذه انا ما اريدها تصير. يا عزيزي أنا كان كل قصدي إني أساعدك. أرجوك أرجوك أي شيء يصير بيني وبينك أبوك ما يعرف عنه، أرجوك. خلاص بدون ما ترقوني من اليوم ورايح أنا ما أسوي شيء إلا بعد ما أخذ إذنك. السلام عليكم يا معاريس. هلا خالي، هلا تفضل خالي تفضل. يلا بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك عمو بالخير؟ سرك الحال يا زهرة، ما شاء الله الله جمع ولا زهرة وبدر كلكم في السماء، وربنا إذا رزقكم إن شاء الله بولد سموه مريخ. وإذا بنت مريخة ما يصير. لا عمي، إذا الله رزقنا بنت نسميها بدرية. إيها أنا هني تراني أنا هني. يلا بس سعد سوي شاي للخال. إن شاء الله. تفضل خالي تفضل. ها إيش أخبارك بدر؟ مصاريف الزواج ها؟ ولا يهمك أبو الخير موجود. يا رب الحمد يا الله، والله أنا أحس بتعب تعب إرهاق مرهق، كل يوم ورا هذه البلية، كل يوم ورا هذه البلية. وابو فين بقية الفلوس؟ أنا متأكد إني مخليني هنا، مخليني نعم هنا، مخليني. معقولة أبو الخير خبئ؟ مدام زهرة، مساء الخير مدام زهرة. أهلا سلمى. صار لي فترة ما شفتك. نعم بدر، هذا فريد ولد خالتي أصيلة. أهلا، سبق تشرفت بمعرفتك. زهرة كنت أريد أتكلم معك شوي. قريتي مقالتي عن الازدواجية؟ أنا في الحقيقة. زهرة يلا نروح. تخلف. Thank you.
قلت لك يا اصيله انا متاكد متاكد ما حد غيره. يا ثابت اه ايش اللي يخليك تتاكد عاد؟ الله يسلمش امس سمعته يتكلم ويقول ان باغي فلوس حال ولد اخته بدر، وبعدين البيت ما حد ساكن فيه غيره، وهذه اول مره يغيب عني شيء. ثابت انا ما قادره اصدق انك انت تشك في صديقك ابو الخير. والله صديقي على عيني وراسي ما قلنا شيء. انت تصدقي لو جاني وقال لي اني باغي فلوس ها اقول لا، لكن بهالطريقه وحدي ما اقبل. زين تذكر زين يمكن حاطنهم في مكان ثاني. قلنا لك متاكد يا انسان؟ انا متاكد انا ما سويت ايش. زين دور في البيت. دورت دورت لحد ما درس. اقول لك دور مره ثانيه. تو انت كم مره باخذنا دور؟ اها دور مره مرتين ثلاثه قبل لا تظلم الرجال. صدقيني انا ما باغي اظلمه ما باغي اظلمه، لكن متاكد انه هو ما حد غيره. صدقني يا بدر انا ما كلمته غير مره واحده بس. صراحه انا ضايق منه. ارجوك بدر ما على اقل شيء تجلس تشد. هذا اقل شيء بدون اي تكليف؟ زهره ممكن اتكلم معك؟ اه استحي زوجها قدامك وهو لا برود. صدقني يا بدر انا كنت متضايقه مثلك، لكن ايش اسوي؟ ترى جاي يسلم علي ورديت عليه. هلا. الو هذا التليفون ايش سالفته؟ ارجوك بدر لا تجلس تشوف علي بهذه النظرات. ردي على سؤالي. بدر صدقني ما اعرف. ردي انتي. بدر ارجوك. قلت لك ردي انتي. الو من فريد لهذه الدرجة؟ هل سمعت يا اخي انت وبعدين معك يا اخي؟ خلي في نفسك نقطة دم واستحي على وجهك. هلكتني تراك اعرفك انك ولد خالتها. اسمع انا انسان عصبي واخاف اسوي فيك شيء انا اصدق كل نظرياتك. سمعت؟ ارجوك بدر تهدي. الكلام هذا اودع لك انت بعد. الو خالتي اصيله لحقه علي. على وين كذاك بالتليفون؟ انت تريدي؟ تفضلي يا امي. اخر شيء كنت اظنك تسوي. انت ايش تقصدي؟ انا اقصد هذا التليفون. عفوا انا ما فاهم قصدك لي ما ترمين. والله مسوي عمرك ما فاهم بس. انا فعلا يا امي ما فاهم قصدك. لا والله انت فاهم قصدي انا زين وعيب اللي تسويه. عفوا ارجو الايضاح. ليش تسوي مشاكل بين زهره وزوجي؟ انا؟ ايه انت. وليش اعمل مشاكل؟ اذا ليش تتصل فيها؟ اتصل فيها هذا عادي عادي يا امي. ايش فيها يعني؟ لا من اول ما عادي. كل هذا عشان هي اختارت بدر؟
هذا بدل لا تتمنى لها التوفيق والسعادة والهناء تقوم تسوي لها مشاكل. عفوا يا أمي، هذا ما أسلوبي. لا والله هذا هو أسلوبك، كل ما شفتها مكان صرت تكلمها، بيكون زوجها ما يرضى. وإذا كان زوجها هذا إنسان معقد، إذا أنا إيش مشكلتي؟ زوجها لا معقد ولا عنده غبر، زوجها يغار عليها ومن حقه. يا جماعة يا جماعة، أنتوا في أي زمان عايشين؟ الناس خلاص اتطورت وطلعت القمر ويمكن تحاول الحين تعيش فيه، وانتوا بعدكم لحد الحين عايشين في زمان السخافة. هذا اللي استعاد من الهدرة أقول لك، سمعني أنا زين، إذا ضايقت زهرة بالتليفون أو بشيء ثاني ترى ما تلوم إلا نفسك، سمعت؟ أرجو أن هذا المبلغ يحل مشاكلك واحتياجاتك. أشكرك يا خالي، الحقيقة أنا ما أعرف كيف رد لك هذا الجميل. سمعت؟ إيش هذا الكلام؟ هذا الكلام لي أنا؟ عيب عليك، عيب، وعيب عليك تزعل هالزهرة. هالزهرة المفروض أنك ترعاها بالحنان وتسقيها بالمودة وتظللها بالسعادة. زهرة في عيوني يا خالي، لكن اللي صار أكبر من تحمل الصراحة. وأنا يعني إيش ذنبي؟ ترى فريد هو السبب. خلوا علينا ذا الفريد ذا المجنينة، خلوا علينا. والمهم يا زهرة أنك تعذري زوجك لأنه يودك ويعزك. إي والله ترى كلام خالي صحيح، والله صحيح، والله صحيح صحيح صحيح. والله أنا عارفة يا بدر أنه صحيح. عجب طاح الحطب وراح الزعل. السعادة الزوجية يا ولادي تنهدم أول ما يدخل الشك ما بينهم، والمفروض أنكم تزع الثقة فيما بينكم. يكفي أنكم تتذكرون كم تحملتوا وعانيتوا حتى تزوجتوا. ومنك يستفيد يا خال. غصب عندك أبو الخير ذا ما فوضى. وين رايح؟ خليك معنا شوية. بروح هناك، ثابت انتظرني، ما أدري إيش فيه، هذه الأيام أشوفها منتفخ. إذا بتروح؟ بروح، بروح أفشه قبل لا ينبط. أنا الحين أخاف أعصب لما أكلم أبو الخير، علشان ذاك جاي معي هاي التفاح. أنا بسوي مثل ما يقولوا في الراديو، كل علشان تهدى. ها؟ أنا لازم أكل نعم عشان أهدى، لأني أنا الحقيقة ما أقدر أقول له وما أبغى أتهمه، ولازم أمسك أعصابي. السلام عليكم ثابت. وعليكم السلام. كيف يوم كنت تعشى تفاح؟ والله اكذاك النية. اشوفك متغي شوية، نزوم الشغل. اي شغل؟ اي شغل بعد؟ شغل التاكسي. انا الله يسلمك هاي اليوم رحت وشريت لي كمين دشداشة وكمين كمة وكمين مصر. كل احنا الشغل؟ اي نعم. انا يا ثابت يا اخوي الله يسلمك تراني حسبتها مع نفسي، قلت صاحب التاكسي ما يختلف عن الموظف في الشكل. تعرف ليش؟ ليش؟ لان صاحب التاكسي يلتقي مع ناس كثيرين ومع زوار البلد، ولازم يكون يظهر بالمظهر اللائق. يا سلام معلوم. وازيدك من الشعر بيت. انت زيدني ثم قهرني. اقهرك؟ أصغر كلام. زيد 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 زيد. أنا يا أخوي ثابت عاد قلت ما دام إنه صاحب التاكسي مهم ومطلوب لازم يكون عنده النداء الآلي، هذا اللي يسموه البلبيب. يا سلام يا سلام معلوم. عاد يا أخوي ثابت الله يسلمك رحت واشتريت بلبيب وصرت الهيئة وطلبت توصيل خدمة وعطوني، وبعدين صرت المطبعة وسويت لي كروت باسمي وخليت فيها رقم البلبيب ورقم التليفون بعد. يا سلام يا سلام معلوم. ايش رايك؟ زين ولا ما زين؟ زين زين ابوي زين، ماله ما زين. لكن ما خبرتني، حليت مشكلة بدر؟ اي مشكلة؟ مشكلة الفلوس. الفلوس عطيته 300 ريال، لكن عاد سامحني اخوي ثابت ما اخذت رايك، كان المفروض اني اخذ رايك.
وايش الفائده تاخذ رايي بعد ما تربي الفلوس؟ انت ليش زعلان؟ مفروض تقول لي قبل لا تاخذ الفلوس. اي فلوس؟ فلوسي. انا اخذت فلوسك؟ اي نعم. يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير يصلح اغلاط الورى؟ بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير؟ صلح اغلاط الورى بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير وصاحبه منبر امره غريب ما يندري بكره يشوف معكم نطوف بكره يشوف معكم نطوف بالخير.